السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم جاتني هذه الداسيه اللي فيها محرك 1.4 بنزين. قال لي فيها التقربيعه لهنايا سما حس وين كاين الكاش كولبيتور، كي نحيطو الغطاء وشوف واش نلقى. ديما نشتي نمس هكذا، شوفوا هذوك كاش يابسين، ما نقولوا ما يتحركوش، عادي هذا ما يتحركش، بس شوفوا لهنايا، شوفوا واش لاحظت، شوفوا التقربيع منين جاي. هذه مش لازم تتحرك كما راكم تلاحظوا. من بعد كي شفت هذو لي بولون، هذا مليح، هذا مليح، وهذا قاعد يدور في بلاستو ما يسيرش. شوفوا كي ناحيته، شوفوا واش لقيت. خوتي هذا الشيء يجي من السراج، كي تضبط بزاف البراغي، تضبط بزاف لي بولون، يطلع لك الفيلتاج. خطش الفيلتاج تاع لاكيلاس تاع المنيوم راهو حساس بزاف. خوتي في الاخير ان شاء الله استفدتوا من هذه الفيديو القصيرة والبسيطة. نقولكم ما تنساوش تشتركوا في قناة يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد.